ابو جزيع عشان انا بقى بيخبط على الطلبه. انا ما بحاول اصور اصور. انت بتعمل على شنو ناوي عليه يا ابو جزيع؟ تعال تعال. انا ناوي على شيء طموحي. ها جبت قريب عنده. ها شوف يبي يشتري خط. بشتري خط عشان اخلص المعاملات. يبي يحط خط حق معاملات. انا عندي طموح وقمت قاعد اقرب عنده. وش شوف يا فلتر؟ ايه طموحك يبي خط بيحط بيحط حق معاملات بس. قول ما عرفتك يا اخي. مندوب تركي الشيخ. ابي احققه. طالبه خليه يعطيني. ابشر. اعطى اعطى تليفونه. وش الحين تقول علي انت؟ اعطى جواله ورجع له. داري له خط وخلص الرئيس. لا تستعبط عليه انت. لا تحرشه لا تحرشه. عطني تليفوني. انزل انزل. عطني تليفوني. الكشخه هو يرقد بها. اركب اركب احمد. اركب زين اركب اركب. ها على يدك ما يسوى. تحول حول مع السوق. عنده طموح. عنده طموح. انا ابغى اسايق انت وتدخلني العزيز اياه فوقتها بطر عين. زين عنده طموح الرجال. عنده طموح يخلص معاملات. تكسر من جديد. يخلص معاملات. والله ما عنده من الطموح يكون جمعها بزينين هذا اللحم. بزيني. كانهم انهيت على ليت. زين جيب تليفونه جيب تليفونه. انا موعد اعطيه خط في حق معاملات. موقف ديتسل ستاندر. زين عطنا عطنا التليفون. يرضيك نظرات الطموح. شوف 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 امانه. شوف نظرات الطموح. شوف نظرات الطموح. شوف اللي مثلك يهدي الجوالات ويهدي الشرايح. تلفوني هذا حق المعاملات. ها معاملات والله عندي وراك فارق. زين عطني تلفوني. ما انا ماسكيه. عطني اياه يا ابو راشد. انا كلمتك باحترام. عطني اياه. وداس في غير الاحترام. ها رجال عنده طموح يا ابو راشد. عطني انا عندي طموح. عطك عند الدوام. رجال عنده طموح يا ابو راشد. والله نبل نبل على الاول. انا رفقه لا تكلمنا. اولي حرشه اولي حرشه. لا 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 من اللي يطمح يا يطمح من جوال. اي على بالي. هذا التليفون. اي لون هو هذا التليفون؟ ما ادري افتحه. لا تفتح. سلفر ابوك على الطلاق الهلايق. لا لا صغير عود. عطني الحين ذا جوالك. اي حق المعاملات. يقول حق يقول حق المعاملات. هذا تشلها. اي اقدر اشيلها. عجل حط له خرج. اه خلصنا والله يا ولد. شوف لاي رصاصي احمد. ابشر والله بالشقه. ايش بالشريعه في خط؟ يقول شنو بالشقه؟ شقته شقته شقته. ترى تخلص معاملات شقه. اربع قزاز كذا يا ولد. مكذب صح؟ ما اعرف محمد ما ادري ما عنده هو يتوهم. انت شوف شو ما تشوف شو ما تشوف شو ما انت ناظره. لا والله احمد عندك طموح. لا والله لا تحرش. احنا بكنا بكنا يا ولد. هذا محل في مكان محلي انا. انت مدير انا اشتغل انا. يا جليس الشيخ مش على عسى عمرك طويل طويل العطاي. جوال وين؟ جوال وين؟ طب الجوال العطاي عادت لك وانا محتاجها. ابشر بالمعاملة. الجوال اختفى. الجوال الجوال وين؟ والله مو وياك. ما صرح اول. والله العظيم الحرام ما لما تجيبه قسما. والله العظيم ما خذيت. عندي عندي اركب اركب. والمعاملة شفته؟ والمعاملة هذا تلفوني. تلفون احمد هذا. وش بيبي يطلع لي قصر؟ معاملة ما عندي معاملة. لا لا خدامة وبس. انا شغلك معي يا ابو يد. يده منين منين تخرج؟ فار يده. يده طويلة زين. يدك كيف فار؟
شنط خالد ما تدخل منه خالد عاد ها ما خذه هو ما خذه انت بهدت الرجال ترى الرجال عنده طموح اقول لي يا طموح دحين الحبتور حبتور شنو حبتور ده اللي راعي مشروعه شنو حق دبي وش هو انت الحين تجيب اسماء رياجيل ليه رجال حبتور ده انت تجيب انا اسالك تجيب اسماء ناس اتمنى ان يكون مثل هذا مثل ماني ماسحه بالطموح يا جماعه ترى هذا يحب يجيب اسماء العالم يا رجال انا غير مسؤول عن هذا الرجل عمار دبي عمار دبي ما الله يزيد انا ايش دخلني فيه هذا طموح هذا الطموح اما طموح لي معاملات طموح ابراج دبي صاحي بلف سنتين شلون اخو عندي بيحول له المول ما في شيء خله ياخذ مشكله عادي شو المشكله ايش المشكله كان زعلك ها بقول السباك سباك مين؟ السباك اللي كان عليكم في البيت. ابو مينا. ايوه ولا. وين تشوفه وين؟ سبحان الله. يا مرحبا. سباك. لا لا لا. اعرفه هلا سباك. رقبته صغيرة يا ولد. رقبتك صغيرة. شو يسوي هو؟ انا اركب كعكات. الشغل كله والله يا دخليتها ابو راشد كانها كابرس القديم لمباله وش الكابرس اللي بيها النار الكابرس فيك انا كابرس الناس الكابرس القديم هذا اللي ايش ليه 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 وش كنها محمد كنها ايه جنس هذه اكاديمي كنها حضان حضان يلا هلا ما تشوف ان شاء الله انا فراج اكزيع ما جاء ها كاف هذا احمد احمد يلا تابعتك الله يرحم والديك انت غير في العقال لا 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 ثاني شيء ثاني اصبر وين يا اخي راك مع مصعب على ابياك انا خله يا ولد انت ايش تبي خله انت ما تعرفه هو باخذ مشته 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 محمد مشته وقف كان موترك كان موتر صيني هو صيني الله يا الدنيا قبل نتكلم عن المواتر كنت عامل مع الياباني وايش احنا خابرين لو نرجع بس ست شهور ورا لو نرجع ورا اركب اركب يا محمد من رقم 360 عطني كلمة للمعجبين ابي كلمة تقبع محمد ابي كلمة حبوني شلون يعني؟ حبوني زمان ما حبوني حول جاء جاء ايش فيكم طولتوا؟ ايش؟ ليه طولتوا؟ طولنا ابدا وراك ما نطول حول من امر حول 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 من امر حول 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 ما شجعت انت عطني عطا عطا اخلص ثقيل عليك ما لك شغل يا ولد ابو نمر تعال تعال يا ولد كبير ما يصرح لا يصرح يقول تلفون ثقيل عليك عطني عطا تلفون شنو هذا؟ معاملات وين يطلع يا عمي حرام ما تمشي تعال احمد احمد انت مندوب الطبلون حق الكهرباء يلا مرحبا انت بتاكل الطبلون تاكل لكن تبي شيء مني والله جاني هبوط راح جوا مسج ابيك ابيك موضوع تعال تعال انت جهرتني ها بنم فتح سيارتي بيركب اي سياره بحر مع اي موتر بحر مع اي موتر تعال محمد لا اعطاها ابو ناس فدي ادري انك رايح في عنم اركب لا اركب هنا اغراض باجي اعطي بعد التكيه لا تكتب ما اركب عاد لك شيء كذا هم الفريق يلا هات هات طق هنا احمد احمد يا احمد يبيك يبيك